بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الرابعة في المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، أهلا بكم في هذا اللقاء، محاضرة في محاسبة التكاليف أو نظم محاسبة التكاليف. طبعا خدنا لقاءين قبل كده، واحد أونلاين والتاني كنا في المحاضرة بشكل مباشر. النهاردة نستكمل مع بعض، وحتى لا نطيل على حضراتكم، احنا يعني اتكلمنا في نظم محاسبة التكاليف قبل كده بشكل تفصيلي، وقلنا ان احنا هنبدأ ناخد بقى من نظم التكاليف الفعلية التقليدية. اولا نظام تكاليف الاوامر الانتاجية، زي ما اتفقنا قبل كده، نظام تكاليف الاوامر الانتاجية يطبق في الصناعات ذات الانتاج المتقطع التي تكون فيها وحدات الإنتاج غير متجانسة. وضربنا أمثلة كتير لهذه النوعية من الصناعات، زي صناعة الأثاث، صناعة الأحذية، الطباعة، الأوامر الإنتاجية الخاصة ب الزي المدرسي مثلا. المدارس الخاصة بتحب تميز نفسها كده بزي موحد، لكن سنة أولى طبعا غير سنة تانية غير سنة تالتة، وكل مدرسة بتطلب مواصفات أو حضانة بتطلب مواصفات في الزي بتاعها بشكل مختلف، طول عرض مقاس إلى آخره. هذه النوعية من الصناعات يناسبها نظام محاسبة تكاليف اسمه نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، لأن هذه النوعية من الصناعات بتتميز بمجموعة من الخصائص. يعني يفضل إن احنا نبقى عارفين خصائص نظام الأوامر الإنتاجية، علشان عندما تتوافر هذه الخصائص تبقى أنت كمحاسب تعرف على طول إن الصناعة دي أو المصنع ده أو الشركة دي يناسبها نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية. إيه بقى خصائص نظام أو الصناعات اللي ينفع نسميها نظام الأوامر الإنتاجية؟ أول خاصية تتميز بيها هذه الصناعات هي إن الإنتاج غير نمطي، يعني إنتاج متنوع ويختلف من أمر إنتاجي لآخر. نمرة 2، الأقسام الإنتاجية ما بتشتغلش أو لا تباشر عملها إلا بناء على أمر إنتاج يصدر إليها من العميل. هو الأمر الإنتاج بيصدر إلى الأقسام الإنتاجية من الإدارة، والإدارة مش هتدي أمر للأقسام الإنتاجية ببدء العمل إلا لما تكون عملت كونتراكت أو اتفقت على الأمر الإنتاجي ومواصفاته وقيمته وعملت مقايسة بتكلفته وجهزت كل شيء مع العميل. يعني الإنتاج لا يبدأ أو مفيش إنتاج مستمر كده، لأن أنا مش هنتج إلا لما أعرف مواصفات اللي عايزها العميل إيه. المواصفة أو الخاصية رقم 3، إنه ليس من الضروري أن يمر كل أمر إنتاجي على جميع الأقسام.
يبقى فيه أوامر إنتاجية بتمر على جميع أقسام المصنع، وفيه أوامر إنتاجية ممكن تمر على بعض الأقسام وبعض الأقسام لا، وممكن أوامر إنتاجية تستهلك موارد من بعض الأقسام أكتر من أوامر إنتاجية أخرى. الخاصية رقم 4 إن الأوامر الإنتاجية بتبقى مختلفة عن بعضها في المواصفات، وعلى ذلك يلزم إن أنا أعمل حصر للتكاليف على مستوى الأوامر أو كل أمر إنتاجي، لأن ممكن الأمر الإنتاجي يبقى يعني مختلف عن الأمر الآخر فيما يستهلكه من عناصر التكاليف. ممكن الأوامر الإنتاجية دي المفروض إنها بمجرد ما تنتهي تسلم للعميل، يعني طالما أنا مش بنتج للتخزين ولا منتج نمطي بيبقى موحد، فأنا لا يتم الإنتاج عندي إلا بناء على أمر من العميل. طيب اتفقت مع العميل إن أنا هعمل له طلبية يعني مواد غذائية، طلبية ملابس للحضانة، طلبية أساس لفندق أو ل يعني مجموعة شقق مفروشة، أو لما انتهي من هذه الطلبية او من هذا الامر المفروض ان انا هسلم المنتج او الامر الانتاجي او الاوامر الانتاجية للعميل مباشرة، فالمجال لتخزين هذه المنتجات بيبقى يعني تخزين مؤقت ولفترة بسيطة جدا، ما بيبقاش عندي مخزون بكميات كبيرة من هذه النوعية أو في ظل هذه النوعية من الأوامر. طيب عندما تتوافر هذه الخصائص نبقى احنا شغالين في ظل ما يسمى بنظام الأوامر الإنتاجية، ونبقى برضو في هذه الحالة نظام محاسبة التكاليف المناسب هو نظام محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية. يعني عندما يطبق أو يكون المصنع بيشتغل بنظام الأوامر الإنتاجية، إحنا كمحاسبين نطبق نظام محاسبة اسمه نظام محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية. نظام محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية الحقيقة من عيوبه إنه بيستلزم مجهود كبير من المحاسب عند تطبيقه، ده يعني ممكن أعتبره العيب الوحيد لهذا النظام، لكنه يحقق مجموعة من المزايا. أول حاجة إنه بيمكن الإدارة من معرفة نتيجة تشغيل أي أمر إنتاجي بمجرد الانتهاء منه، يعني أنا بعمل بعتبر إن الأمر الإنتاجي هو وحدة التكلفة، يعني هو اللي بعمله حساب تكلفة خاص عشان أجمع تكلفة هذا الأمر، وبمجرد الانتهاء منه بعرف تكلفة الأمر الإنتاجي ده، وأنا كإدارة عارف أو عارفة الإدارة عارفة الأمر الإنتاجي ده متفق على قيمة بيعية معينة له من قبل بدء الإنتاج. هقارن التكلفة اللي أنا حسبتها في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية مع القيمة التعاقدية أو المبلغ اللي أنا اتفقت مع العميل عليه كقيمة لهذا الأمر الإنتاجي، والفرق بينهم بيبقى مكسب أو خسارة. فمن أهم مزايا نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية
إن الإدارة بتعرف مباشرة بمجرد الانتهاء من الأمر الإنتاجي نتيجة الأعمال الخاصة بهذا الأمر من ربح أو خسارة. طبعا لما الإدارة تعرف أول بأول نتائج أعمال الأوامر الإنتاجية بتكتسب خبرة، يعني لو الأمر ده حقق أرباح وأرباح كبيرة تقدر يعني على سبيل المنافسة لو نفس المواصفات جت لها مرة تانية تقدر يعني تنافس المنافسين في السوق وتحاول تجذب عملائها بأنها تقلل هامش الربح شوية، أو عندما يتبين لها أن أرباح هذا الأمر يعني لا يمكن تخفيضها أقل من كده خلاص، لو مهما بلغت درجة المنافسة ما تقدرش تنزل عن القيمة اللي اتفقت عليها قبل كده نظرا لأنها عارفة التكلفة من خبرتها السابقة في الأمر الإنتاجي السابق. على فكرة الأمر الإنتاجي ده زي ما قلنا قبل كده ممكن يستغرق ساعات وممكن يستغرق أيام وممكن، لكنه تحت كل الظروف احنا بنميز بين الأوامر الإنتاجية وبين العقود في أن الأوامر الإنتاجية نسبيا فترة تنفيذها قصيرة ما بتبقاش بقى تستغرق فترات محاسبية متعاقبة أو سنوات زي العقود. فدي الميزة رقم واحد، ودي طبعا ميزة كبيرة جدا إن الإدارة بتعرف نتائج أعمال كل أمر إنتاجي بمجرد الانتهاء منه. نمرة اتنين، يمكن اتخاذ بيانات التكاليف السابقة في ترشيد عملية تقدير تكاليف الأوامر في المستقبل. طبعا قلناها ديت كمان واحنا بنتكلم على الميزة رقم واحد. الميزة رقم ثلاثة ان نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية بيوفر لي معلومات اقدر من خلالها اعمل حاجة اسمها الرقابة، الرقابة على التكاليف. ان انا قبل ما اقبل الامر الانتاجي بسعر معين مع العميل كنت عامل له مقايسة، كنت عامل له قيمة يعني تكلفة تقديرية. طب انا دلوقتي نفذت الامر الانتاجي يعني عملت حاجة اسمها التكلفة الفعلية. انا بقى لو عملت كومباريزون او مقارنة بين التكلفة الفعلية مع التكلفة المقدرة قبل كده قبل ما أبدأ في تنفيذ الأمر الإنتاجي أقدر أشوف إلى أي مدى أنا كنت مقدر التكلفة صح ولا لا، أقدر أشوف إذا كنت يعني التكلفة الفعلية كانت فيها تنفيذ على مستوى عالي من الكفاءة والرشد وعدم الإسراف وعدم التبذير وما حصلش حالات سبويلج كده أو إتلاف أو تلف أو إهمال أو سرقة أو يعني نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية بهذا الشكل يساعد على ترشيد عملية الرقابة على التكلفة، وده من المزايا الهامة لهذا النظام. طيب لما نبقى عرفنا متى يطبق نظام تكاليف الأوامر، مزايا تطبيق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، عيوب تطبيق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، ننقل بعد كده على نقطة هامة جدا وهي متطلبات تطبيق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية. طبعا نظام التكاليف زي ما سبق قلنا في المحاضرة المرة اللي فاتت بيمثل أو نقدر نشبهه بحاجة زي بدلة هتتفصل على مقاس
يعني الشخص اللي هيلبس هذه البدلة ما يصحش يبقى فيها كم طويل، كم قصير، رجل بنطلون مختلف عن المقاس، فيت يعني it has to be fit، يبقى في فيتنج كده بين نظام التكاليف وبين المصنع أو المنشأة اللي بيطبق فيها هذا النظام. عشان كده لابد من التعرف الدقيق على مواصفات وإجراءات العملية الإنتاجية علشان نقدر نصمم نظام محاسبة التكاليف يعمل عملية حصر لعناصر التكاليف اللي بتتم، ونفتح مجموعة من الحسابات التي ترصد وتسجل وتراقب عناصر التكاليف في مراحل العملية الصناعية المختلفة. ففي عندنا نظام التكاليف ده يبدأ بعمل مقايسة للأمر الإنتاجي، وعند قبول الطلبية ممكن نبدأ نعمل يعني مواصفات للعملية دي من حيث الخصائص وعدد الوحدات المطلوبة وموعد بدء التشغيل وموعد الانتهاء والتسليم إلى غير ذلك. من متطلبات تطبيق نظام تكاليف الأوامر تخصيص أمر إنتاجي، يخصص لكل أمر إنتاجي رقم يميزه عن غيره من الأوامر، تخصيص إدارة التكاليف حساب مستقل لكل أمر إنتاجي بدفتر أستاذ الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل. 5، تتم عملية المراقبة على الحسابات الفردية لأوامر الإنتاج في دفتر أستاذ الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل. 6، يجعل حساب الأمر الإنتاجي مدين بكل ما يستخدمه الأمر الإنتاجي فعلا من مواد مباشرة وأجور مباشرة، ويجعل مدين، الكلمة دي يعني نتكلم نعيد عليها، احنا قلناها مرة سنقولها تاني. الأمر الإنتاجي يجعل مدين بما يستهلكه من مواد مباشرة فعلية وما يستهلكه من أجور مباشرة فعلية، ويجعل مدين برقم تقديري للتكاليف الصناعية غير المباشرة. أنا عندي الأمر الإنتاجي بياخد تكاليف مباشرة وبيستهلك تكاليف غير مباشرة. التكاليف المباشرة تحمل على الأمر الإنتاجي على أساس فعلي، أما التكاليف الصناعية غير المباشرة تحمل على الأمر الإنتاجي على أساس تقديري. عند الانتهاء من الأمر الإنتاجي أو الأوامر الإنتاجية يتم نقلها من حساب مراقبة تكاليف الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل إلى حساب مراقبة تكاليف الإنتاج التام أو الأوامر الإنتاجية التامة. وعند تسليم الأوامر الإنتاجية التامة إلى العميل يتم نقل تكاليف الأوامر الإنتاجية التامة إلى حساب يسمى حساب تكلفة المبيعات. وفي هذا الحساب يتم مقارنة تكلفة الأوامر الإنتاجية المسلمة للعملاء مع القيمة التعاقدية أو إيراد هذه الأوامر الإنتاجية علشان نستخرج نتائج الأعمال الخاصة بهذه الأوامر من ربح أو خسارة. هي دي يعني متطلبات تطبيق نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية. وعندنا في الكتاب صورة كده أو شكل رسم يوضح بطاقة التكلفة الخاصة بأمر إنتاج معين، يعني it's better إنك تبص عليها علشان تعرف إزاي بيتم تحليل تكاليف الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل وتخصيصها لكل أمر ياخد ما يخصه
كتكلفة مباشرة، أما التكلفة غير المباشرة فدي بنتعامل معاها. التكلفة الفعلية بتروح في حساب، ولكن ما يحمل على الأوامر الإنتاجية مبدئيا كده هي تكاليف صناعية محملة على أساس تقديري، وبعد كده في نهاية الفترة المحاسبية بنبقى حملنا طول السنة على الأوامر الإنتاجية اللي تمت خلال السنة أو خلال الفترة المحاسبية، حملنا كتكاليف صناعية غير مباشرة مبلغ معين، واستخدمنا فعلا تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية بمبلغ معين. في نهاية كل فترة محاسبية بنقفل الحسابين دول في بعض علشان يطلع لنا حاجة اسمها فروق التحميل، اللي هي بنسميها اوفر ابلايد او اندر ابلايد اوفر هيد. الجزئية دي هنتكلم عليها، وهي مشكلة اكبر مشاكل نظام تكاليف الاوامر الانتاجية، ده نتكلم عليها في محاضرة مستقلة ان شاء الله، ان شاء الله المحاضرة القادمة. لكن الان خلينا ننتقل الى إجراءات المحاسبة عن تكاليف الأوامر الإنتاجية. أول حاجة بنعرف إن زي ما قلنا قبل كده إن عناصر تكاليف الأوامر الإنتاجية هنقسمها إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. التكاليف الصناعية المباشرة الخاصة بالأوامر الإنتاجية ممكن تنقسم إلى مواد مباشرة وأجور مباشرة، وممكن يبقى فيه عناصر تكاليف صناعية مباشرة أخرى زي يعني حاجة كده آلات معينة تم شرائها خصيصا لأمر معين، أشياء معينة خاصة، يعني نقدر نقول تكاليف مباشرة أخرى. أما التكاليف الصناعية غير المباشرة فدي يعني بتبقى لها معالجة خاصة. نبدأ بتكاليف المواد المباشرة. تكاليف المواد المباشرة للأوامر الإنتاجية، لما نبدأ نصرف مواد مباشرة للأوامر الإنتاجية، أول حاجة يعني بنقول إن إحنا بنعمل إذن صرف مواد من المخازن إلى عنابر الإنتاج. المخازن لما تخرج منها مواد، المخازن دي محملة لها حسابات، الحسابات دي بتقول المخازن مدينة، مراقبة مخازن المواد دي مدينة، يوم المخازن ده ما دخلت فيها المواد دي. طب أنا دلوقتي بخرج مواد دي من المخازن، أجعل المخازن دائم، مراقبة مخازن المواد دي دائم. طب المواد دي راحت لمين؟ راحت للأوامر الإنتاجية، يبقى حساب مراقبة تكاليف الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل هتبقى هي المدينة بتكلفة المواد المنصرفة للأوامر الإنتاجية، وده القيد الإجمالي رقم واحد. طيب بعد ما صرفنا المواد دي من المخازن، جعلنا حساب مراقبة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل مدين، وحساب مراقبة مخازن المواد دائن، بالظبط كده القاعدة بتاعتنا الدبل انتري سيستم، نظام القيد المزدوج. المواد اللي موجودة في المخازن أصل ونقص يبقى دائن. الأوامر الإنتاجية هتصرف المواد دي يبقى مصروف، وزاد يبقى مدين. عندنا القاعدة مطبقة، وحساب مراقبة تكاليف الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل مدين، وحساب مراقبة المواد أو مخازن المواد دائن، ده قيد صرف المواد المباشرة من المخازن إلى عنابر الإنتاج. طيب ده القيد الأول في محاسبة تكاليف الأوامر والخاص بتسجيل تكلفة المواد المباشرة. قد يحدث
ان المواد اللي تم صرفها دي نكتشف انها فيها زيادة او فيها جزء غير مطابق للمواصفات، فنرجعها تاني للمخازن. نعمل ايه؟ نعمل قيد عكسي. المواد اللي اتصرفت القيد بتاعها كان حساب مراقبة تكاليف الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل المدين ومراقبة مخازن المواد دائم. طب رجعنا المواد تاني للمخازن، يبقى مراقبة المخازن مدين والأوامر تحت التشغيل إيه؟ دائم. ده في حالة إن إحنا رجعنا جزء من هذه المواد بسبب إنها غير مطابقة للمواصفات أو بسبب إنها يعني زائدة عن الحاجة، الجزء الزيادة. ممكن يحصل ايه بقى؟ ممكن يحصل ارسال الجزء المتبقي الى المخازن، وده قلناه مراقبة مخازن المواد مدين والاوامر الانتاجية تحت التشغيل ايه دائم. قد تفضل الادارة انها تشتري يعني، او مش تفضل، قد تضطر الادارة او تحتاج الى شراء مواد مباشرة من السوق لامر انتاج معين، مش من المخازن. بتشتري مواد خصيصا لهذا الامر من الموردين وليس من المخازن. عادي، هيبقى برضه لما نشتري المواد الخاصة بالأمر الإنتاجي ده خصيصا من الموردين، نقول حساب مراقبة الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل المدين وحساب الموردين دائم. ده الكلام ده في ظل نظام الاندماج. أما لو كان هناك فصل بين نظام محاسبة التكاليف ونظام المحاسبة المالية، فبنقول يبقى حساب أستاذ التكاليف دائم. طيب لو فرضنا إن جزء من البضاعة اللي تم شرائها مباشرة ده بقى فايض، عندنا كمية فايضة، الكمية الفايضة دي نوديها المخازن ونقول حساب مراقبة المخازن مدين وحساب أوامر الإنتاجية تحت التشغيل دائم، نرجعها للموردين ويبقى قيد عكس قيد الشراء، يا إما ولو رجع يا إما نبيعها، يا إما نبيعها نعمل لها عملية بيع، ولو بعناها ممكن يترتب على عملية البيع مكسب أو خسارة. هنسجل المكسب أو الخسارة دي طبعا بطريقة إن حساب أرباح وخسائر يتلقى الفرق بين التكلفة وبين سعر البيع. كده نبقى عالجنا المواد المباشرة. الأجور المباشرة بنفس الشكل، بس دي عمل إنساني، بنحصر ساعات العمل التي يستهلكها أو تستهلكها الأوامر الإنتاجية، ونبدأ نخصص لكل أمر ما يخصه من هذه الساعات، ساعات عمل إنساني. وطبعا العمل الإنساني ده ممكن يبقى مستويات، يعني مهندسين، عمال فنيين، عمال إشراف على الفنيين إلى آخره. بيبقى بنرصد بطاقات رصد الوقت الخاصة بالأوامر الإنتاجية تحت التشغيل، وبعد كده كل عامل من العاملين في الأوامر الإنتاجية دي بنضرب في معدل أجر الساعة الخاص بيه حسب مؤهله، حسب خبرته، وحسب أقدميته، عشان نحول ساعات العمل الإنساني إلى تكاليف عمل إنساني أو ما يسمى بالأجور. وهذه الأجور لما نحصرها، اللي تمت فعلا أجور مباشرة فعلية تمت على الأوامر الإنتاجية، بنسجلها في حسابات التكاليف عندنا بقيد بيقول من حساب مراقبة الأجور إلى حساب، يا إما نقول حساب الأجور المستحقة والاستقطاعات لو في محاسبة مالية اندماج،
يا إما إلى حساب أستاذ التكاليف لو في ظل نظام الانفصال. ففيه عندنا الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل تبقى مدينة، وحساب مراقبة الأجور تبقى دائن بقيمة الأجور المباشرة، الأجور المباشرة. أما إذا كان هناك أجور غير مباشرة فدي لا تحمل على الأوامر الإنتاجية، وإنما تحمل على حساب مراقبة خاص اسمه حساب تكاليف الصناعية أو التكاليف الصناعية غير المباشرة، علشان التكاليف الصناعية غير المباشرة لا تحمل على الأوامر الفعلية. التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية لا تحمل على الأوامر الإنتاجية، وإنما تحمل على الأقسام أو المراكز، ودي هنراجع عليها، انتوا درستوها السنة اللي فاتت في نظام محاسبة التكاليف أو في التكاليف الفعلية، مبادئ التكاليف ومعالجة التكاليف المباشرة وغير المباشرة، لكن هنراجع عليها المحاضرة اللي جاية. احنا هنحمل التكاليف الأجور المباشرة فقط على الأوامر الإنتاجية، أما التكاليف الأجور غير المباشرة زي تكاليف المواد غير المباشرة فدي بتحمل أو بتجمع في حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة علشان نعمل لها معالجة خاصة نفكركم بيها، وهي دي أكبر مشاكل نظام محاسبة تكاليف الأوامر الإنتاجية. لو في عندنا عناصر تكاليف أخرى غير المواد المباشرة والأجور المباشرة برضو بنفس الطريقة بتبقى تحمل أجور تكاليف مباشرة، يبقى على أساس فعلي وتحمل على حساب تكاليف الأوامر الإنتاجية تحت التشغيل. بالنسبة بقى للتكاليف الصناعية غير المباشرة فدي بتحمل على الأوامر الإنتاجية على أساس تقديري، يعني احنا بنحط لها رقم مقدر. مقدر إزاي ومين اللي بيحدده وعلى أي أساس؟ طبعا الكلام ده هيبقى موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله، اللي هنعالج فيها ونتكلم فيها عن التكاليف الصناعية كواحدة من أهم مشاكل نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، ونتعرف كيفية معالجتها، ونبدأ ناخد مثال عملي كده وحالة عملية، بعد مثال عملي وحالة عملية سواء بقى في المحاضرة أو في السكشن، المثال في المحاضرة والحالة في السكشن. وإلى هذا اللقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.